السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. اخواتي وحبايبي الكرام، من جد لقائنا معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نريم. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، كبس 7 طن علف رايحين المنيا الصعيد قرية العمودين مركز صمالوط، رايحين لبيشوي. المندوب بتاعنا لك يا جماعة ان شاء الله فضل من الله اخد ارانب، والحمد لله العملية شغالة معنا كويس جدا يا شباب، واشتغل وربنا كرمه وبدأت ناس تطلب منه سلالات، وبإذن الله العلف برضو بتاعنا يا شباب 7 طن علف النهاردة 15/3 في قلب المصنع يا شباب، بدأنا بإذن الله نكبسهم بإذن الله يا شباب. ودي الأولاد بتاعتهم ميت فضل من الله، 7 طن علف هيروحوا المنيا مركز صمالوط قرية العمودين عند بيشوي، ورقم التليفون بتاع بيشوي يا شباب هنسيبه في الوصف تحت، هنسيبه في الوصف بتاع الفيديو، علشان اللي عايز العلف بإذن الله هيكلمه، علف أبو نرمين هيكلمه بإذن الله، يبقى متوفر عند بيشوي بإذن الله. النهارده يا جماعة مبدئيا كده هنبقى الشكارة تبقى شكارة صفرة، مش مكتوب على أي حاجة بإذن الله، لحد ما نخلص إجراءات السجل التجاري والترخيص، وبنجهز إن شاء الله في الأكلاشيه بتاع الطباعة، والمره الجايه باذن الله يا شباب هتبقى ايه الشكاير مطبوعه على اسمنا باذن الله، علشان ما حدش يستغل الموضوع دوت. يبقى انتوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي، الشكاره مبدئيا كده النهارده هتبقى عند بيشوي، المره ديت يا جماعه هتبقى الشكاره صفرة ساده، صفرة ساده. المره الجايه باذن الله ان شاء الله بنخلص في الاجراءات بتاعه الترخيص والكلام ده، هتبقى الشكاره باذن الله المره الجايه مطبوعه عليها اسم ابو نرمين، ومكتوب على ارقام التليفون وكل حاجه باذن الله يا شباب. هنفصل وهنرجع لكم تاني، ورجعنا لكم تاني يا شباب بعد ما عملنا الوقت 3 قلبات، ودي القلبة الرابعة. بسم الله ما شاء الله شفنا يا جماعة، هي حاجة جميلة جدا ما شاء الله. وادي يا جماعة العلف اهوت على مربار ما شاء الله، العلف عامل ازاي يا شباب؟ على البنت عاملة ازاي اهي؟ بتاع البنت يا شباب، الصلاة على النبي، سخنة نار طبعا. الحاجة هيثم حسان والحاجة عاطف اللي منور الدنيا، والله كلية هيثم يا جماعة عنده علف برضه، علف أرانب برضه، الله يقول لك يا عم هيثم، حاجة عنده برضه عنده علف برضه. وطبعا تحياتنا لبيشوي المنيا الصعيد قارة العمودين مركز صمالوط. العلف إن شاء الله بقى متوفر يا جماعة باستمرار، العلف متوفر باستمرار، علف وأرانب وأدوية إن شاء الله متوفر باستمرار في الصعيد، كل خط الصعيد بإذن الله هنحاول إحنا نغطيكم كلكم بالعلف. علف ابو نرمين باذن الله متوفر ان شاء الله بالصعيد يا شباب، ونادي علف بتاعنا اهو. اه يا شباب شايفين علف عامله ازاي ما شاء الله، بقف على علفتي بايدي يا جماعه، يعني بقف على علفه وهي بتتصنع تمام. وطبعا ده احمد المسؤول عن الشغل يا جماعه هنا في الصاله على بوات ما شاء الله. اه الحاج احمد اقول انا يا جماعه الشكاره بتاعتنا هي صفرة ساده لسه في الاول، اول ان شاء الله طلبها لها تبقى صفرة ساده باذن الله، لحد ما نخلص اجراءات الاكلاشيه والترخيص، علشان نطبع على الشكاره باذن الله يا شباب، عشان نطبع على الشكاره النهارده باذن الله 7 طن علف رايحين المنيا الصعيد، 7 طن عند بيشوي اهو. وطبعا علف قال حسان برضه يا جماعه، برضه حاجه محترمه جدا يا شباب ما شاء الله ماشي. قال حسان علف هيثم حسان ومحمد حسان. وادي يا جماعه العلف بتاعنا برضه اهوت باذن الله، المره الجايه هتلاقي الختم موجود على الشكاره هيثم ان شاء الله يعني. طارق حاج عاطف كل اخبارك؟ ما هوش معروف حاج عاطف يا شباب، هو صاحب المصنع، هو الاداره والمسؤول عن المصنع هنا في كل حاجه. بجد اقسم بالله يا شباب هنا خامات محترمه جدا بفضل الله، والله العظيم نفس الخامات اللي انا بشتغل بها الارنبي هي نفس الخامات اللي احنا بنبيعها في الشغل، يعني هي نفس الخامات مفيش تغيير، ده بالعكس كمان ممكن نزود كمان. اه يا حاج احمد اقول لك يا غالي، محمد لا يا حاج محمد معلش العتب على اللسان
ده ابو ملك اللي هو المسؤول عن المصنع. ابو ملك تعال هنا كده، تعال هنا كده، يعني ده هو اساس العلم. اي أيوة والله. بس الساعه لو كانت 5 هسيبنا وامشي. اخرج الساعه كام هنا يا محمد؟ اخرج الساعه كام؟ 7 طن يا عم. خلص ال 7 طن وتوكل على الله. الله يصلح حالك. طبعا يا جماعه ابو ملك ده المسؤول، يعني من الاخر كده كل حاجه في ايد الراجل ده اهو. الامانه كلها في ايده والله بجد، يعني الامانه كلها في ايده. العارف محمد شريك في المصنع، هو يهمه ان الحاجه تطلع على طول. اكيد اكيد اكيد. ادي يا جماعه شايفين العيال عامل ازاي يا شباب؟ ما شاء الله. هيثم حسان كان بيصدره كده في الاضاءه، اقول لك على اخضر ما شاء الله. علبه سخنه نار. لا بشوف تلسع في ايد الواحد. هنفصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا شباب. برضو ديت يعتبر القلبه السادسه. دي السادسه ولا السابعه يا احمد؟ السابعه؟ دي القلبه السابعه يا شباب. ما شاء الله محمد اهوت ماشي. ظهر حاج عاطف. الفل. ان شاء الله يا جماعه. صباح الفل يا غالي. ماشي يا غالي. اقول يا جماعه الادويه اللي احنا قاعدين بنفضيها على 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 العلف. اهي يا جماعه الادويه اهيت ما شاء الله. اهيت الادويه يا شباب. بس الصلاه على زي الفل اهيت ما شاء الله. الادويه ماشي. هفضي الادويه يا جماعه عشان خاطر ماسك المقص وراح افضي الادويه. وزي ما انتم شايفين يا شباب اني بقف على علف بنفسي، يعني بقف على علفي بنفسي عشان ابقى عارف ايه اللي محطوط في قلب العلف، علشان الناس يعني مصدر ثقه بفضل الله ان احنا نقدر يعني ننهض بصناعه الارنب في مصر. يلا يا جماعه نقفل ونرجع لكم تاني. زمان شايفين كده يا شباب اهوت ما شاء الله. ديت الاعشاب ماشي، والبرسيم الحجازي والذره والصويا والربضه. الربضه يا جماعه ايه؟ اللي هي النخاله، نخاله القمح ماشي. هذا يا جماعه اعشابات. في بقى اعشاب النعناع، اعشاب الشمر، اعشاب الكروية ماشي. دي الاعشاب اللي احنا بنحطها يا شباب في العلف. الحمد لله دي علفتنا يا جماعه اللي احنا بنعملها لارنبنا، هي نفس العلفه اللي احنا بنديها للناس تشتغل بها الارنبه. لان يا جماعه ارنبك هو ارنبه، لازم اخاف عليك واخاف على الارنب بتاعك تمام. يعني اهم حاجه ان احنا بنراعي ربنا في الحاجه بتاعتنا عشان خاطر ربنا بيكرمنا وربنا بيرضينا بحبكم يا جماعه. وبشكر الابطال على 117 الف مشترك، الناس اللي مكملين معانا يا جماعه. وبرده بكرر تاني، العلفه بتاعت ديت ان شاء الله موجوده في المنيا الصعيد، مركز صمالوط، قريه العمودين، عند بشوي. بشوي واخد يا جماعه النهارده 15/3 طن علف. 7 طن علف تمام يا شباب. واخد 7 طن علف بفضل الله، متوفرين ان شاء الله في المنيا الصعيد، قريه العمودين، مركز صمالوط، عند ايه؟ عند بشوي يا شباب. ان شاء الله العربيه جايه في الطريق عشان تحمل باذن الله. ال 7 طن قربنا نخلص. وصلنا دلوقتي حاليا. دي القلبه كام يا احمد؟ دي الثمانية؟ كده الثمانية دلوقتي بأربعة طن صح؟ دي يا جماعة دلوقتي رابع طن إن شاء الله نعمله، دي الطن الرابع إن شاء الله. هنفصل ولما العربية إن شاء الله برضه تيجي تحمل هنوريكم كل حاجة. شوف يا جماعة أدوية قد إيه؟ دي يا جماعة فوارغ الأدوية اللي حطيناها في العلف. يعني إيه يا جماعة الفوارغ أهي؟ فوارغ الأدوية اللي إحنا حطيناها في العلف يا شباب أهو. شايفين يا جماعة؟ أهو. اهو يا جماعة اهو كده يا شباب، فوارغ الادوية اللي احنا حطيناها في العلب بفضل الله. وده ما شاء الله مصنع كبير ما شاء الله يا شباب، حاجة جميلة جدا اهوت ماشي يا شباب اهو ماشي. يا حاج احمد معاك فل. يا جماعة بقلب الحاجة اهوت ما شاء الله. وادي الخلاطة وغرفة الاستقبال والمطبخ والمكبس والمبردات، حاجات ما شاء الله يا جماعة جميلة جدا زي الفل. هنفصل وهنرجع لكم تاني يا شباب. وزي ما انتم شايفين كده يا جماعة مازال العمل مستمر
بفضل الله وعملنا كده قربنا نخلص الشكاير اللي هي الصغيره تمام. هو احنا يعني مطلوب 7 طن علب، هيبقى نصهم شكاير صغيره ونصهم شكاير كبير، يعني 3.5 طن شكاير صغير في الشكاير الصغيره العبوات الصغيره، و 3.5 طن هيبقوا عبوات كبيره لها الشكاره 50 كيلو. يا شباب لما شايفين يا شباب عاملين ازاي يا جماعه، والله العظيم طالع عيني في المصنع اهو ما شاء الله. يعني عشان تبقوا عارفين ان احنا بنتعب عشانكم، احنا بنتعب عشانكم انتوا، علشان خاطر انت ترتاح انك تاخد علبه كويسه. كل حاجه بنعملها بايدينا زي ما انتم شايفين، كل حاجه بنعملها يا جماعه بايدينا اهو. ادي الشجره اهيت يا شباب، زي ما انتم شايفين كده يا شباب، وادي المعلم احمد. طلع حاج احمد، حاج احمد يا جماعه دي برضو اللي وسائل التعبئه، مهندس عاطف الواجهه حبيبي الواجهه، واحنا تحت امر الجميع يا جماعه. خد بالكوا عنده علب باط، عنده علب باط. صباح الفل محمد، صباح الفل محمد، حاج محمد الله يصبح عليكم يا جدعان. شايفين علبة عامله ازاي؟ سخنه وش التبريد ها؟ وطبعا يا جماعه العلبه بتطلع سخنه من المكبس، تدخل هنا على المبردات بتتبرد، وتطلع هناك كده في الادوس ايه؟ ساعه. تطلع في الادوس ساعه يا شباب ما شاء الله، حاجه جميله جدا. سيل فل عليكم. يا جماعه علبه عامله ازاي؟ اهي اهي يا شباب علفه خضراء ما شاء الله، خضراء جميله جدا جدا يعني. وادي اهو يا جماعه اهو. كده دلوقتي كام شكاره يا حاج محمد؟ حاج احمد. شوف يا جماعه شعره كله بقى عفار من المجد. خلاص بقى عندك 70 80 سنه. ان شاء الله يا جماعه الكبسه الجايه باذن الله هتروحوا الصعيد او في اي مكان دينا حوالينا في مصر في الدقهليه باذن الله يا شباب، هيكون الاسم بتاعنا مطبوع على الشكاره، هيكون اسمنا باذن الله مطبوع فين؟ مطبوع على الشكاره باذن الله يا جماعه. واحنا تحت امر الجميع، والعلبه ديت رايحه الصعيد مركز سمالوط قريه العمودين عند بيشوي في الصعيد. يلا نسيبكم بقى ونرجع لكم تاني. يا حاج عاطف نور عمو الفل يا محمد، نور ادارة عارفة يا جماعة عاملة ازاي؟ خضرة. شوفوا يا شباب، شوفوا يا شباب، شوفوا عارفة عاملة ازاي؟ خضرة اهي اهي. اشيل عليه ورقة حصل ايش ده طبعا الميزان. كده ما قلتش؟ كده ساعه اهي. شوفوا يا جماعه، شوفوا العلبه عامله ازاي يا شباب، ده اهي دي العلبه بتاعتنا يا جماعه اهي ما شاء الله، حاجه محترمه جدا اهي. هنا سخنه، هناك بقى ساعة خالص، ساعة تلج يعني، بعد ما دخلت من المبردات ديت بردت العلب خالص اهو. يا جماعة علبة محترمة جدا، واحنا تحت امر الجميع. العلبة ده راحة الصعيد المنيا مركز سمالوط قرية العمودين عند بوشوي، وبفضل الله احنا قربنا نخلص الطلبية بتاعته 7 طن، قربنا نخلص، والسواق جاي في التراود على الدولي هيحمل العلب، واعتمد على الله توكل على الله واطلع على المنيا الصعيد. يعني ان شاء الله بكره الصبح باذن الله او بالليل العلب هيبقى متوفر في المنيا الصعيد باذن الله يا شباب، باذن الله بكره الصبح او بالليل العلب هيبقى متوفر في المنيا الصعيد. هنقفل معاكم الوقت ونرجع لكم تاني لما العلب بقى يتحمل.
ورجعنا لكم تاني يا شباب بعد ما الحمد لله خلصنا اخر الادويه وقلبناها يا جماعه هنا على بعضها اهيت. يا شباب قلب الادويه هنا على بعضها اهيت. هنا ادويه يا شباب اهيت ما شاء الله. ادي ادويه تمام يا شباب. ادي ادويه بعد ما قلبناها. وادي ادويه يا جماعه بعد ما تقلبي تاني برضو نفس الطريقه. يا شباب ماشي اهيت. ادي الادويه. وادي يا جماعه العبوات بتاعه الادويه اللي احنا حطيناها في العلف. ادي يا جماعه اهيت العبوات بتاعه ادويه احنا يا جماعه حطيناها فين في العلف بفضل الله. علبتنا كلها ادويه بفضل الله يعني مش ناقصه اي حاجه بفضل من الله. الرده الصويا اللي نخلها يا جماعه عشان خاطر الناس اللي بتاع دول الخليج والكلام الناس اللي بره. نخلت القمح والصويا والذره والاعشاب والشعير وال قلنا ايه تاني الرده والصويا والذره والاعشاب والشعير ماشي والملح والحجر والحاجات دي كلها يا جماعه والادويه كله حاجه كامل بفضل الله. برسم الحجازي كل حاجه زي ما انتم شفتوا كده يا جماعه في الفيديو كامله معانا بفضل من الله. حاجه جميله جدا ما شاء الله يا شبيات. ده الادويه اللي احنا بنحطها في قلب العلف بمعنى صح ان احنا مش سايبين العلف فاضي من غير ادويه. علفنا غير العلف التجاري يعني علفنا يا شباب غير العلف التجاري. علفنا بيتعمل على الايد. علفنا بنعمله بنفسنا اهو يا جماعه شايفين يا شباب اهو شايفين يا شباب اهو شايفين يا جماعه علفنا بنعمله على ايدينا كل حاجه. انا واقف على الشغل انا واقف على العلف بايد والله لو شفت وشي وشفت جسم غرقان تراب عفار من العلف. شباب يا جماعه ما شاء الله يا جماعه علفنا يا جماعه بنعمله على ايدينا بفضل الله يعني مش بنشتغل بعلف سوق لا العلف بتاعنا احنا اللي بنعمله. ادي الادويه اللي بنحطها قلب العلف اهيت بفضل الله والحمد لله على كل شيء. وهنوريكم برضه الكميه اللي اتعملت ماشي اهيت. ادي يا جماعه الكميه اهيت ولسه مشغلين تمام ما شاء الله يا شباب ما شاء الله 7 طن علف باذن الله يا شباب. وادي نفس العلف اهيت وفي قلبه في الخلاطه في قلبه لسه هناك اهيت ولسه في القلبتين في الجردل في جزء الجردل لسه القلبتين تمام. والحمد لله كده العربيه تيجي ان شاء الله جايه في الطريق عشان تحمل 7 طن علف رايحين لبوشوي المنيا الصعيد مركز العمود كاره العمودين مركز صمالوط كاره العمودين مركز صمالوط. وبرضه بكرر تاني رقم التليفون بتاع بشوي هنسيبه في الوصف تحت في الفيديو علشان اللي عايز يتواصل معاه يشتري منه العلف ارانب كل حاجه الادويه ان شاء الله تبقى متوفره باذن الله لك يا شباب. بدانا يا جماعه نشتغل في الشكاير الكبيره اهيت. بدانا نشتغل في الشكاير الكبيره يا جماعه. طبعا زي ما قلنا في اول الفيديو هنعمل نص الشكاير صغير شجره 25 والنص الثاني شكاير كبيره 50 يا شباب. وشكارتنا لحد دلوقتي شكاره صفرة ساده. شكارتنا شكاره صفرة ساده ان شاء الله باذن الله الكبسه الجاي لبوشوي هتبقى شكاره مطبوعه تبقى شكاره ايه مطبوعه عليها الاسم بتاعنا باذن الله علف ابو نرمين والبروتين وكل حاجه مطبوعه عليه باذن الله يا شباب. يلا سلام عليكم. وطبعا يا شباب رجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا العلف. وطبعا دي القسط ايمن من الصعيد. طبعا دي السواق اللي جاي يا جماعه ياخد العلف لبشوي. العلف يا جماعه رايح قريه العمودين مركز صمالوط المنيا الصعيد. اهلا بيك يا حجايم. اهلا يا باشا. عامل ايه اخبارك؟ والله تمام. منورنا والله منور لوجه بحر كله. يا باشا منورك انت يا عم حماد. الله يكرمك يا حبيبي الله يصلح حالك. الله يكرمك. طبعا يا شباب ديت دي نهايه العلف اول. طبعا دي العربيه اهيت محمله واخده 7 طن علف. 7 طن علف رايحين المنور. حاج احمد. منور حاج محمد عاملين ايه؟ دي شباب العربيه اهيت ان شاء الله. اهيت نمر الصعيد. ماشي يا شباب ديت نمر الصعيد ماشي. ديت راحه المنيا مركز صمالوط قريه العمودين عندي بشوي ان شاء الله. العلف بتاعنا يا جماعه متوفر عندي بشوي ان شاء الله النهارده 15/3 باذن الله العلف هيكون متوفر عنده ان شاء الله. هيوصل على بالليل
فالعلف هيكون متوفر من تاريخ النهارده 15/3/2021 عند بيشوي في قريه العمودين مركز صمالوط المنيا شباب. اقفل ضلفتك ده يا اسطى. محمود مش فتح الحمام. وطبعا يا شباب هنسيب رقم التليفون بتاع بيشوي باذن الله في وصف الفيديو علشان الناس اللي هتقدر تتواصل معاه عشان تشتري منه العلف باذن الله هنسيبه في الوصف، واي حد يحتاج الرقم برضه يسيب لنا تعليق على تحت الفيديو وهنكتب له رقم باذن الله يا شباب. يلا باشا خلصت 7 طن علف ان شاء الله رايحين المنيا الصعيد مركز صمالوط قريه العمودين. ودي بقى باقي العلف يا شباب، دي باقي العلف اهو. ربنا يزيده ويبارك. طبعا شكرتنا يا جماعه النهارده، الشكاره النهارده احنا معلش برضو يعني بنتاسف لكل اهل الصعيد، الشكاره النهارده لسه صفرة ساده. ان شاء الله الكبسه الجايه باذن الله هيكون مطبوع اسمنا على الشكاره، احنا خلصنا الاجراءات بتاعه التراخيص والكلام عشان نطبع الاسم على الشكاره باذن الله. المره الجايه باذن الله يكون الاسم مطبوع على الشكاره. نهار حاجه جايمه نهار باشا، عامل ايه؟ 100 100. انت جاي منين بالظبط؟ انا جاي من المنيا من الصعيد. احسن ناس اهل المنيا واهل الصعيد، منورينا والله بجد والله. طبعا حبايبك بقى في المنيا وكل بتوع الصعيد هيشوفوكوا ان شاء الله النهارده على اليوتيوب باذن الله. عايزينهم يجوا هنا على طول ياخدوا العلف دوت، علف مضمون و100%. ربنا يبارك لك. احنا بنيجي يعني من اخر الدنيا عشان العلف والمصنع والناس اللي فيه. حبيبي ربنا يكرمك حاج جمال، الله يصلح حالك، ربنا يكرمك. طبعا يا شباب العلف هيبقى متوفر النهارده من تاريخ النهارده 15/3/2021 عند بيشوي في المنيا الصعيد. وبكرر الكلام تاني، الرقم التليفون هنسيبه في الوصف تحت اسفل الفيديو عشان اللي عايز يتواصل معاه، عايز علف ومش مش عارف يوصل للوصف يكتب في تعليق ان هو عايز الرقم التليفون اللي يخش نكتبه له، وباذن الله يكون الحاجه متوفره ان شاء الله. طبعا اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.